السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، ان شاء الله كاملكم بخير، ان شاء الله كاملكم واجدين للمواجهه الاخيره غدا ان شاء الله في شهاده البكالوريا الانجليزيه. It's time to show them what you can do. حان الوقت باش توري لهم واش تقدر دير. في هذا الفيديو هذايا راح ندير لكم المواضيع، نحل لكم وشري بيزينا في الجزء الاول والمراجعه الاولى، نحل لكم المواضيع، نديروا تمارين، نوريكم بلي واش راح نمد لك اليوم راح تقابلوا غدا في البكالوريا، وواجب عليك تقابلوا في البكالوريا. دير حسابك بلي غير يحطوا لك الموضوع، موضوع الاول موضوع الثاني تشوفوه، غير تشوفوا هادو ما تبداو تحلوا ديريكت. تسمى واش عطيتكم انا في الفيديو الاول الفيديو الثاني في الشان تاعنا تاع يوتيوب، عندنا عام كومبلي والعملي فتحنا بيبليكم في الدروس الفيديوهات استفدتوا بهم عام كومبلي، ماذا بيا دوك تورو لي بلي ما راحش قاع هذا في باطل. تبع معايا حتى الاخير حتى يخلص الفيديو مهما كان الامر، غدا ان شاء الله راح تلقى واش راني نقول لك في البكالوريا. بارك الله فيكم، وهيا نتفضلوا نبداو نحلوا في المواضيع. هاي نبدأ بأسهل الدرس اللي تقدر تحصل فيها على نقاطي، اللي هو underlined words، كلمات المسطرة في النص. هاي وش يدير لك؟ يعطي لك جملة يقول لك عمر يأكل التفاح، نقطة، إنه يحب التفاح، إنه علي من تعود، تعود على عمر، سليمة ذهبت إلى السوق، إنها تشتري الفواكه، إنها علي من تعود على سليمة. لا ما مشوز هنا في التكست يسطر لك على ضمير ويقول لك على وش يعود هذاك الضمير. دوكا درنا هذا الدرس مقبل كيما قلت لكم، تقدروا تروحوا تحوسوا على لي تيتر فلاشن يوتيوب. مي ريفيزيون خفيفه، قلنا كي يسطر لك على they them their others، عارف بلي راك تحكي على الجمع، تروح تحوس على عفسه في الجمع. she her hers المفرد المؤنث، داكور، هي هيز هيم المذكر المفرد، it و its على الشيء ولا الحيوان، I قلت لكم كي مد لكم letter ويقول I، عارف بلي الكاتب ولا المتكلم ولا اللي يرسل هذيك الرسالة، وكي يكتب لك you عارف بلي اللي منهم يرسلوا هذه الرسالة. لو كان هذه exception خفيفة، معظم الأحيان لو كان يمد لك that which where who، أعرف بلي الكلمة اللي راك تحوس عليها راهي قبلها مباشرة ولا بزوج كلمات ولا ثلاثة قبلها، داكور، شوفوا عليها مليح هادية. دوك احنا مور ما درنا هاد البتيت ريكابيتولاسيون، هاي روحوا للنصوص. عندك الموضوع الاول، هاي نبداو بكلمات المسطره في النص. هنا عطالك ذي، تما راك تحوس على الجمع، داكور. ابدا لي الجمله اللي قبلها وين تبدا، كي تولي للورد، تولي للورد تلقاها تبدا هنا، فاميليز ذات ليفن تبدا هنا امبوسيبل كوست، كاين جمله واحده اخرى ايفن بابليك سكولز كاري انكلودينغ ترانسبورتيشن، هاي ليك الجمله هنايا تبدا لي قبلها. Because parents have not experienced the increase in earnings, quality of life, and personal dignity that comes from education. وش دير هنا؟ هاوليك سيجي تاعك اللي هو في الجمع. Parents. أو في الجملة اللي قبلها. داكور؟ هنا عطالك there. تروح تشوف منين تبدأ الجملة. Children who grow up without education are less likely to send their own children. الولاد اللي كبروا بلا ليدوكاسيون عندهم شانس صغيره باش يبعثوا ولادهم هما يقراو. children هي الضمير اللي يعود على there. عندك there واحده اخرى كي تعاود تولي للور، غير تولي للور بشويه تلقى السوجي اللي راهم يهضروا عليه اللي هو families. families more value when they enroll their children. العائلات بقيمه اكبر كي يحطوا ينسكريو ولادهم. ولادهم شكون؟ families. كما راكم تشوفوا اسهل ما يمكن. معها نديروا ريكابيتولاسيون تاع الدرس تاع this text is. هنا يعطي لك لي شوا، النص هذا newspaper article تاع جورنان، website article سيت ويب، extraction from a book ماخوذه من كتاب. انت كيفاش تعرف؟ درت لكم فيديو عليها ثاني فلاشان. تشوف لا سورس www.globalgiving.org، هنايا هذه a web article. صح، نزيد لكم واحد شيء خفيف تحقوه تاني، اللي هي درت لكم true false سي بون questions تاع text. تبعوا مليح معايا يا تلاميذي الاعزاء، على بالي بلي كاين بزاف ما يفهموش لي كيستيون، اني نعطي لكم كيما يقولوا اذا طفرت كامل. كاين بزاف ما يفهموش لي كيستيون تاع التكست والسؤال كيفاش يمدوه، كاش تعاود تكونوا بطريقتك الخاصه. انا نعطيك ابسط حل اللي تقدر تدي به نقاطي، يعيطوا لها كلمات المفتاحيه. واش معناتها الكلمات المفتاحيه؟ شفت دوكا كيما تقرا كيستيون، قالك do children pay for transportation in public schools in Guatemala، قالك what does NDG offer to encourage poor families، وتالت what is the role of NDG social workers. تروح تحوس على الكلمات المفتاحية في النص
اللي عطاه لك في الكيستيون تروح تحوس عليهم في النص. دوكا كي تلقى الجمله هذيك في النص اعرف بلي تقدر تريبوندي عليها كيما كيكون عندك فيشي في الفلاش ديسك وتحب ديرو في البي سي تاعك. واش دير؟ كوبي كولي. اذا طفرت كامل ريبوندي عليه بكوبي كولي، روح احكم الجمله اللي لقيتها في النص هذيك تاع اللي متعلقه بالسؤال وكوبي كوليها. هاي نبداو بالكيستيون الاولى نشوفوا اذا سامارش. Do children pay for transportation in public schools؟ تروح تحوس بعقلك من اللي يبدا النص على transportation public schools والجمله اللي متعلقه بها. تبدا تمشي وقت تحوس تلقاها في الفقره الثانيه. شوف ايش يقول لك. Even public schools carry cost including books, uniforms and transportation. تسمى البري، تسمى كاين ديجا بري تاع في public schools تاع transportation uniforms. داكور؟ تسمى هذه مباشره تقدر تحكم هذه الجمله وتحطها ريبونس تاع A. B. What does NDG offer to encourage poor families to send their children to school? وش يوفروا؟ كي تبدا تحوس بعقلك برك تهبط بيان سور راح تحوس مور لا ريبونس تاع السؤال الاول. تعاودش من الاول كامل تبدا تحوس خاطش ما يعطوهم لكم بشكل مرتب. اذا لقيت الدوزيام هنايا اعرف بلي الثالثه حتكون هنا. اذا لقيت الثالثه هنا السؤال الرابع لا ريبونس تاعو حيكون موراها ماشي قبلها. تما كي تحوس تلقاها هنايا. By offering a quality education, NDG makes it easier for families to decide to send their children to school. Our well-trained teachers, free nutrition meals, extracurricular opportunities, and particular curriculum gives families more value. ديجا شوف تقدر تكتب له منا حتى الكوريكولوم. هادو هما واش يوفروا للNDG. تما شوف بلا ما فريمون فهمت النص كاملا تقدر تريبوندي على لي كيسيون تاع التكست. هاي نزيدو نروحو للثالثه. What is the role of the NDG social workers؟ وشنو الرول تاعهم؟ روح حوس لي على NDG social workers موراها تلقاها. In addition, NDG social workers teach families about the value. تروح تكتبها حتى للنقطه. وين راهي النقطه تاعها؟ parent schools. Now الكلمات المفتاحيه في النص هي اللي تخليك تلقى في الكيستيون، هي اللي حتخليك تلقى لا ريبونس تاعها في النص. تروح تلقى هذيك الجمله تاع الكلمه المفتاحيه وتكتبها من البدايه حتى النهايه تاعها راكور حتى للنقطه تاعها صح. دوك واش نقولوا عندك ريبوندين عليهم هادو. هاي نزيدو نديروا هذا السؤال بالك يروح لكم في البكالوريا. In which paragraph is it mentioned that parents who are not aware of the importance of education deprive their children of being schooled؟ انت واش تروح دير؟ تروح تحوس كاين ثلاث فقرات انت تكتب له برك الرقم تاع الفقره داكور. انت تروح تكتب له الرقم تاع الفقره. اذا هذه المعلومه اللي عطاها لك راهي في الفقره الاولى تكتب له first paragraph. اذا المعلومه راهي في الثانيه تكتب له second paragraph. اذا المعلومه هي في الثالثه تكتب له third paragraph. هنا كي تبدا تقرا النص تلقاها هنايا. Children who grow up without education are less likely to send their own children to school. ديجا أبار هادي كاين تاني. Parents have not experienced the increase of earnings etc. They do not know what they are missing by pulling a child out of school to work instead. تما في الفقرة الثانية هي اللي تحكي لك على لي بارون كي يجبدوا ولادهم من الدراسة. وهادو ما they there و there ريبوندين عليهم مع الأول. هم لي كلي ريبونس تاعكم هاي ليك parents, children and families. هادو هما ثلاثه وعندك ويب سايت ارتكل وهادو هما دوكا هضرنا عليهم. هاي روحوا النص واحد اخر كيف هنا يسطر لك على they. تروح للجمله اللي قبلها السوجي اللي يبدا به لازم يكون الجمع. قبل ما تقدر تقرا النص تقدر تلقى على واش يعود الكلمات المسطره. هنا قلت لك millions of children هي اللي تعود على they. هنا كيف قلت لكم مقبل يسطر لك على who that which where. عرف السوجي يجي موراه سوا هنا عندك who girls. Millions of girls who work as domestic servants are especially vulnerable to exploitation and abuse. Millions of girls اللواتي يعملون في المنازل كليزيسكلاف اكسيتيرا هما اللي يتعرضوا لاكسبلويتيشن وابيوس. ريماركيو غير تشوف السوجي مسطر تقدر تجبد له الكلمات على وش يعود. هاوليك نص واحد اخر تاع child labor. قلت لك child labor is generally speaking work for children that harms or exploits them. هنا عندك
شوف قبلها بشوية ما كانت تبدأ من الأول تاني تقدر تقول work خاطش child labor هي نفسها work وهي اللي راهي تضر الأطفال دون لي دو تقدر تستعمل child labor ولا work أوكي okay. عندك الترويزيام ولا الدوزيام هنايا اللي هي she كي تبدأ الجملة But what if the child is not paid? Then he or she is being exploited. تما هو وهي راهم يتعرضوا للاستغلال. هذيك شي تعود على child. خدش child يقدر يكون مؤنث أو مذكر. هاوليك تكست واحد أخر تاني استطلق على it. على وش يعود هاد it. لو كانت عودوا تقولوا مني تبدأ الجملة. So a moon habitat for humans will have to be tough and very sturdy. It will have to be airtight. A moon habitat هي اللي عاوش تعود. It. They. عندك they هنا قلنا. The materials to build the moon habitat should be lightweight. Since they. وشنو هذا اللي راهو في الجمع اللي أنا نحوسه عليه؟ The materials. طريبيا. هاي نزيدوا نروحوا. النص واحد آخر. ماذا بي تكونوا فاهمين عن 100% وش رانا نديرو. داكور؟ استطلق على where. هنا في where. In business schools, where I have taught, we have the blah blah blah. Where مكان أعرف باللي راوي حوس لك على business schools. D'accord? صح. زيدوا شوفونا هدية. هنا قال لك it is our role as educators. هذا دورنا كمعلمين. شوف كين حالة نادرة وين يطيح لك ضمير مراه. حالة نادرة هذه واحدة من هذه الحالات. قالك هذا دورنا كمعلمين ولا كشغل educators ليجيكيو الناس our تعود على الجمع اللي هي educators okay. حبيت نمدها لكم هذه باش تشوفوا عليها عندنا هنا themselves ولا them تحكي على الجمع كي تولي للور الجملة اللي قبلها أعرف بلي children أي نص يقدر يمد لك تجبد له مباشرة السوجي اللي راهو مسطر هذه تاع ذات قالك such advertising favors the cost of these services rather than that of children تما سومة تاع لي سيرفيس ولا سومة تاع لي زيل تاع الاطفال الصغار تما ذات هذه تعود على the cost كيف كيف استطلق على there وتبدا تحوس قبلها على الجمع تلقى ناسا engineers راني نحكم بزاف لي سوجي باش ماشي غير تشوف سوجي واحد ولا زوج تقول كاباب سوجي الاخر ماشي هكذا ولا داكور there تعود على ناسا engineers it تعود على الشيء كي تعود تولي للور تلقى the solar powered refrigerator has been approved by the WHO as it approves and provides cooling okay it تعود على refrigerator وزدت لكم نص واحد اخر تاني باش نكون سوري سيرتان باللي فهمتو اللي هو تاع the Hubble Space Telescope it على وش تعود كي تعود تولي للور تلقاها تعود على التليسكوب where استطلق على where حوس على ما كان وتلقاها قبلها the galaxy and the galaxy where we live where تعود على galaxy كيف كيف هنا قالك its importance to others such as NASA and astronomers بالعاني جبت لكم هذه دو سوجي خدش هادو ماني فيهم هذيك اللي جي سوجي موراها قالك وأهميتها للآخرين مثل الناسا والأسترونومرز رجال الفضاء اللي يروحوا الفضاء كيف كيف هنا عطالك this text is وعطالك السيت ويب معظم الأحيان حتلقاو a website article تما ديروا حسابكم a website article هي this text is ما تقدرش تكون كتاب سينو اكتب لك هنا a book ما تقدرش تكون newspaper سينو اكتب لك الادات ويقول لك the New York Times etc هاي نروحوا دوكا الأول درس اللي قريته في يوتيوب اللي تشفوا عليه كامل وما شاء الله كامل تعرفوه حبيت برك نعاود نجبت لكم عليه ان ريفيزيون تاع syllables قلت لك one vowel تساوي one syllable كي تكون تحسبوها ولا كيفاش يمدهولك في امتحان البكالوريا وفي اكزامان تاع لي نيفو مهما تكون one vowel يساوي one syllable two or more vowels ملتصقان يساوي one syllable في معظم الاحيان كاين حالات وين نادره بزاف بصح دوك نشوفوا في الباك يطيحوا هذوك الحالات في الكوريجي يطبقوا هذا القانون هذا المهم قلت لكم two vowels واكثر ملتصقان يساوي one syllable الاو في اخر الكلمه ما يتحسبش و consonant plus le كيما ال b l e g l e f l e c l e كامل لي كونسون le في اخر الكلمه يتحسبوا تسمى الاولويه لهذا القانون قبل القانون الاخير داكور واعطيتكم كيفاش يجي كيف كيف prefix root suffix كيما يقولوا خلاصه خفيفه قبل ما ندخلوا في لي سوجي حلوهم
الأصل هي root prefix الحروف اللي جو قبل الأصل suffix الحروف اللي جو بعد الأصل. دكور؟ عندنا prefixes مديتهم لكم ولا معظم منهم عطيت لكم suffix وهولي كيفاش يجي في الامتحان. و stress باش تفرقوا بين number of syllables هدايا يعطي لك one syllable two هنا تحسب برك هنا يعطي لك stress أين جاية الشدة. عطيت لكم أبسط قانون كيفاش تفهموا stress شوفوا مليح القانون الأول كي يعطي كلمة خلاص بالإيسة T-E-O-N-S-E-O-N كتبت لك word ناقص واحد وش معناتها تحسب عدد لي سيلاب في الكلمة شوف مليح كاين دو زيتاب تحسب عدد لي سيلاب في الكلمة وتنقص لها واحد التمة جاية stress داكور نعود تحسب عدد لي سيلاب في الكلمة شتكي يخلصوا بهدوما نقص لها واحد لتما عرف بلي جاي ستريس إذا فيها سبعة ستريسوا في الستة إذا فيها تمانية ستريسوا في السبعة إذا فيها 15 سيلاب تخلص هكذا ستريسوا في 14 داكور بون حنا يمدوا لكم حالات سهلة هنا education لو كان تحسب عدد لي سيلاب تلقى ربعة ربعة ناقص واحد ستريس جاي في الثيرد fusion تخلص بس اي او ان فيها زوج لي سيلاب زوج ناقص واحد first لتما جاي الشدة protection ربع ثلاثة ناقص واحد عارف بلي ستريس جاية في الدوزيام هذا قانون الأول القانون الثاني كما أعطيته منكم في فيديو تاع ستريس تي إيغراك جي إيغراك بي أش إيغراك أر إيغراك سي إيغراك أل إيغراك أن إيغراك و أ أل عارف بلي هادوما ناقص زوج تما تحسب عدد لي سيلاب في الكلمة ودير لهم ناقص زوج داكور هاي نسيوها ديموكراسي هنا يمد لك كلمة فيها ربعة لي سيلاب ربعة ناقص زوج وين تجي شدة في الثانية كما حطيناها في الطابلو property فيها 3 3 ناقص زوج first جي في الاولى international فيها 5 5 ناقص زوج 3 وعندك قانون واحد اخر هذا قانون يعني مدوه ثاني بصح لا بليبار يمدوا هذوما يقول لك كيف فيهم دو سيلابل وما يخلصش بهذوما كيفاش دير اعرف باللي كي يكون noun ولا adjective تجي الشده مباشره في الاولى عطيت لكم اكزامبل china china اسم جي سيلابل في الأولى مباشرة ما تجي تنطقها ما والو verb يجي في الدوزيام هنا كيما decide مديت لكم فيديو تاع stress تما هذا اكزرسيس برك باش تشفوا عليه اون كي مدلك stress هاي نروحوا لاكزرسيس عطيت لكم هنايا هدايا سوجي كتبتو هنايا طابيتو economist unsuitable prefix root suffix تبعوا مليح وهنا عطيتكم final s عطيتكم كلمات عطيتكم بزاف كلمات وشويه صعب باش كي تروح تحل امتحان حيجيك سهل وعطيت لكم فاينل اي دي شوفوا هنايا كيفاش حليناه على بالي بلي تعرفوا ديجا هذا الدرس حبيت برك اونكا حبيتوا تعاودوا تولوا ديروا بوز وتسيو تحلوه وحدكم هام ليك لي ريبونس تاعهم ايكونومي روت وشي يجي موراها سوفيكس ان سوتابل سوت هي روت قبلها بريفيكس ان موراها ابو مس سبيل روت تاعها سبيل قبلها مس موراها ماكاش تما تخليها فارغه ولا دير لها شلطه داركر عندك روت دارك موراها او ار ما عندهاش بريفيكس هابينس تقدر تكتبها هابي ولا هابي بالايكغيك لزوج يحسبوها في الكوريجي داكور موراها نس سوفيكس هيزيتيشن هيزيتيت هو روت وعندها غير سوفيكس ان ادوكيتد ادوكيت هو روت كيف تكتبوه بالتي ولا بالتي او وعندك الان بريفيكس والاو دي سوفيكس ان مانجبل مانج هو روت قبلها ان موراها ا بي ال او ديسكشن هنا هذه الكلمه لازم تكون تعرفها ديسكاس هي روت عندها الاي او ان هو السوفيكس ما عندهاش بريفيكس بانكتويشن بانكتويت نفس الحاله وعندك الاي او ان هو سوفيكس شوفوا هادو ما تولوا اوتوماتيك تحلوهم غير يحط لك الورقه مباشره تريبوندي عليهم ماشي كامل عفسه صعيبه كما راكم تشوفوا وعلى بالي ما شاء الله كاع راكم فاهمين والله غير صافي فريمون بليزير عطيت لكم ثاني فاينل اس لي ريبونس تاعهم تعرفوا تحلوهم هاي ليك واش كاين في الاس خاطش واش كاين قبل الاس هام ليك الحروف الزاد كيف كيف والاي زاد كيف كيف برايسز واتشز lives hides dads bags needs sings covers moms robs في الزد في الاس عندك makes creates sleeps lifts wants educates تما كيما راكم تشوفوا الحالات كامل واش درنا مقبله ويعاود يطيح هو كوتري بونديو عليهم final ed كيف كيف ابداو بلي خلاصوا لي يجوا في هذه الخانه لي خلاصوا بالتي والدي خاطر هما فيهم غير زوج حروف pleaded listed landed
وفعندك الخانة تعدي learned, classified, planned وفي التي placed, messed داكور. هاي روحوا لسيجي واحد اخر راني حكمت سيجي هنا يا وقيل عام 2017-2016 عطالك prefix or suffix. شوفوا هنا في الموضوع يعطيهم ساهل انا طبيت لكم بزاف وما يعطيك غير ثلاثة ولا عليها نقطة ونص ولا زوج. عندك productive, impossible, exploration. Okay. موراها عطالك asking questions اطرح الاسئلة درناه فيديو هذا يا نعطيكم لريبونس تاوح عندك شوية. final s عطالك missions, planets, telescopes, images وترتيب الجمل اللي درناه غير كيما والله غير ما شاء الله هباك شفت لي كومنتر تاوعكم وأم بعد شوية حنعطيكم تاني قلت لكم تمرين تريبونديو لينتوما في لي كومنتر عليه في آخر الفيديو نخليه لكم. هم لك لي ريبونس تاوحا سطرت لكم على root product هو root وهذا suffix possible هو root وهذا prefix exploration explore هو root تكتبوا بالأو ولا بلا أو ation هو suffix. فasking questions عندك على الكلمة المستطرة في النص هنعطالك سبب دير why okay why do we use the telescope هنا يعطالك لا دات دير when was the telescope invented وهنا كي قلت لكم يصطلك على السوجي الاول دائما تعوضه ب who what وتكتب الجمله سوا سوا كيما راهي. هنا قالك what revolve around the planet earth هنا missions s z شوفوا دير سمحوا لي s تاع planets telescopes s images l'exception g e g في الاي z. وهذا التمرين درناه في الفيديو اللي من قبل اللي هو ترتيب الجمل تبدا دائما بالجمله اللي فيها ماجيسكول ناون تعريف شوف باش تخلص من نقطه الجمله الثانيه حتجي ماجيسكول وتكمل في التعريف ولا تكمل الجمله اللي من قبلها. It is sometimes called the sister of planet earth على فينوس. هنايا خلصت بوالو الجمله اللي موراها مع اللي بقاو جي مينيسكول as they are quite similar in size and gravity دكور. والجملة الأخيرة anyway the two planets are very different. شوفوا بلي كيفاش رانا نحلو بكل سهولة وعلى بالي بلي راكم يجوكم سهلين هاد العفايس شفتها ملي كومنتر تاع لي فيديو لي مقبل. هاي روحو سيجي واحد اخر adjective verb noun وعطالك الجمل هادوما although it's high time و passive active وعطالك syllables number of syllables هنا تحسب okay. هاي روحو الكوريج تاعهم نشوفو كيفاش يجي engage قلت لكم في الناون ing وهنا عندك engagement تاني تقدر تديرها لي دو صحاح وفي الادجكتيف ادي engaged هنا عطالك الناون abuse بلا suffix كيفاش تدير تبدا تخاف تقول ما نعرفش انا واش نحي ولا كي ما يكونش فيه suffix اعرف بلي الفيرب حيكون هو تا abuse والادجكتيف دير له ادي abused ولا abusive الزوج يجو صحاح يعطيك النقطه الكامله. عطالك adjective preventive هنا واش دير ترجعها verb وعطالك prevent هو الverb يولي واش قلت لكم على يخلصوا بالتي ولا تي او في النون يجو اي او ان prevention كيما protect protected protection elect elected election educate educated education. هنا عطالك some cafe owners exploit children as waiters for a miserable pay وبدالك بchildren شوف بدالك بسوجي هاوليك سوجي ام verb سوجي 2 انت واش راح دير بدالك بسوجي 2 في المسوده احكم سوجي 1 حطو من ودير باي ومن بعد الفيرب كيما درت لكم في الفيديو رجعوه في بارتيسيباسي واللي اكسبلويتد وزيد الفيرب تو بي في نفس الزمن الجمله اكتيف هنا اكسبلويت راهو اما زمن راهو في البريزون يولي بريزون جو دير يقعد في البريزون الفيرب تو بي تزيدو في البريزون كان عطاه لك في الباسي دير فيرب تو بي في الباسي فيوتشر ويل بي اوكي okay. عطالك although دوكا although في العربيه رغم انه وبالفرنسي تالمون كو واش راح دير عطالك زوج جمل وحده تستعمل معاها رغم انه ومن بعد دير فاصله باش تكتب الجمله الدوزيام خاطش مبدا although it's a connector معناتها تربط زوج جمل ترجعهم فاصله جامي تروح دير نقطه خاطش تجيك غلطه اوكي okay. عطالك although children نو no, احنا عطالك children do most of the work الاطفال يعملون كامل العمل الصعيب نقطة they are badly paid هذه فيها فهم تاع المعنى هذه باش تقدر تخير اما فيهم اللي تديرها مع رغم ان في هذه الحالة عندك رغم ان الاطفال يعملون بعمل شاق نقطة ولا فاصلة هما اللي ما يخلصوش منيح although children do most of the work the hard work فاصلة they are badly paid okay.
هنا قالك government should protect children from exploitation. عطالك it's high time درنا الفيديو البارح ولا لو البارح. Government should protect children. تنحي should والverb يولي في الباسي protected. It's high time the government protected children from exploitation. Number of syllables normal ميجوك سهلين. Domestic فيها ثلاثة. Children فيها زوج. Labor فيها زوج. Work فيها واحدة. هذا سيجي واحد أخر حكمته تاني. هذا سيجي واحد أخر حكمته تاني. يقولك NDG runs a variety of programs ويبدالك بـ a variety of programs. تا وش تروح تدير passive active. جيب NDG من run irregular verb participle تاعو ran. اوكي درت لك ran هنا وبعد الverb to be تزيد له في نفس الزمن لبروغرام الجمع are. A variety of programs are ran by the NDG. هنا يقالك not all children can attend school. تبعوا معي لاستيس اللي حنمده لكم دوكا في وش. تبعوا مليح معي. تقدر تريبوندي على وش بأبسط الطرق. تحكم هذيك الجملة. ترجعها في الفورم باسي تاعها. معناتها الفيرب يولي في الباسي ولا will تولي would can تولي could. وتنحي النيجاتيف ولا تزيد النيجاتيف. إذا هو ما عطاها لكش في النيجاتيف. ترجعها نيجاتيف. في هذه الحالة أعطاها لنا في النيجاتيف أنت تنحي النيجاتيف تاعك اللي هو معرف بالنوت. أوكي تما هنا وش تدير I wish مباشرة all children ماشي not all children all children who can could attend school تكتب الباقي سوى سوى كيمارة. عندك حالة واحدة أخرى لو كان أعطالك will ترجعها would. أوكي لو كان أعطالك will بلا النيجاتيف أنت ترجعها would وتزيد لها النيجاتيف تقولي would not. هنا لو كان عطالك كان بلا نيجاتيف تاعها دير كان ودير كان نوت. اوكي تما شفاو مليح زوج كلمات هذوما الباسي الجمله هذيك رجعها في الباسي ودير لها النيجاتيف تاعها. هنا عطالك فاينل اس كلاسز اي زد بروفايدز زد نورمال مهما نشرحهم شكو فاهمينهم ما شاء الله. اوبريتس اس يونيفورمز زد هذا سيجي واحد اخر سيجي واحد اخر بلي ريبونس تاعهم. شوفوا مليح واش عطالك هنا لي دي لي جيومي ديريكت ان ديريكت عطالك سيس عبالي بلي على بالكم واش معناتها. عطالك European countries introduced teaching earth observation in high schools science classes بدالك teaching observation teaching earth observation بدالك بالسيجي دو انت تحكم سيجي ان تحطو من introduced اكو على بالكم كيفاش يجو هاملك لولا says كي قلت لكم كي كاين says exception حاجة ما تبدل داخل الجيومي تسمى space explore research تقعد نفسها is both a culture and industrial imperative. هنا يا سوجي اي جي من سوجي دو من introduced الparticy passé يقعد هو introduced الباسي يقعد دلو الverb to be في الباسي was passé passé future future present present by European هدوك وتكتب وش كاين موراها سوى سوى كي مراهي ما تأثرش كامل. تبعوا مليح معايا هنا وش قلت لكم habitat فيها ثلاثة rocket زوج astronauts ثلاثة walked وش قلت لكم اللي يخلصوا بالأودي والأس ويجوا في آخر لاليست على syllables أودي والأس عصر روحك منهم من داك ما يتحسبوش وريماركيت باللي ضربت طلع على قاع لي سيجي اللي كاينين في الباك لقيت باللي 99% من الوقت كيمد لك ليستا هكذايا وآخر كلمة تخلص بالأودي ولا الأس ما تتحسبش شغل يديرها لك انت ما بصح انت ما تحسبش الاودي هذيك تحسب واش كاين الابرك الفوايا الاخرين اللي اكزيستيو داكور شوف عليها مليح هذه دوك نزيدو نحلو سي جي فيها نفس الريمارك. ترتيب الجمل هذا درناه البارح الاولى جي سبيس ساينس ار فيرتشوال تو ذا انديرستاندينغ اوف ذا ستراكشر اوف ذا يونيفرس بلانيت ايرث اند ذا سولار سيستم نقطه ثالثة G بالماجيسكيل they also provide insights into new approaches to biomechanic life and physical sciences biomedicine. هاي نروحوا الموضوع آخر تاني كنت حاب ناصوري باللي تقدروا تكرطوني وأي موضوع ولا أي إجزامة من الدروس اللي درناه وإن شاء الله حتكرطونيهم. وش عندنا هنا يا عندنا verb adjective noun direct indirect speech و passive active remark يمدوهم بزاف و final s وش نديرو هاي نبداو نحلو verb adjective noun كيما مؤلف هاي ليك عطالك sponsored رجعها في الverb نحي لها suffix sponsor noun تاعها sponsoring ولا sponsor لي دو يجو صحاح okay. abuse عطالك الverb دير لها
أضيف لاجيكتيف abused ولا abusive، وفي النون يقدر يقعد abuse ولا abuse ولا abusing. لدي جو صحاح درنا الدرس. communication تولي communicate بتي ولا بلاتي بلا بتي ولا بتي برك. communicated ولا communicative في الأجكتيف. نروح لهنا الدايركت اندايركت. وش دير؟ I saw a billboard advert in the main road of the city, he said. هنا أعرف باللي he said راك direct and indirect. I saw a billboard تولي he. هذا الباسي، الباسي يولي past perfect. تما هنايا had plus participasi. participasi تاع الverb seen مديتهم لكم. had seen وتكتب الجملة سوا سوا كيما راهي. had seen a billboard advert in the main road. The advert is sponsored by the Scottish executive. The Scottish هنا يمدلك passive. أنت ما عندك ما تبانيكي أون كي يمدلك الباسيف مباشرة تعاود ترجعها أكتيف بأسهل طريقة. كي تولي للور تعرف باللي باش ترجعها باسيف ما عليك غير تعاود كونجوغي الفيرب هذاك في نفس زمن الفيرب تو بي. عرفتها لك ديريكت شتي وين يكون الفيرب تو بي؟ عاود ولي للور معناتها الفيرب هذاك كان في نفس زمن الفيرب تو بي. البريزون بريزون sponsors the advert. لو كان مدهولك was دير هذا في الباسي. لو كان مدهولك will be في الباسيف اعرف بلي كي تولي للاكتيف حيكون في الفيوتشر will sponsor. هادو ما قاعد ديزاستيس ماذا بيا تكتبوهم تعودوهم بعقلك ما عندك ما تبانيكي داكور. وهنا عطالك final s messages others attempts faces scots changes. راكم على بالكم بهم كيفاش دوك. وعندي دوكا ليكم ديروا حسابكم بلي كاع هاد التمارين اللي درناهم والدروس الاخرين تاني اللي ما درناهمش هنا يقعدوا يتعاودوا. adjective verb noun prefix or suffix passive active direct and indirect ترتيب الجمل final s final ed syllables. شوفوا عاودوا حلوا هاد الفيديو شوفوا مليح تفهموه بيان زيدوا حلوا عاودوا شوفوا اي درس ما فهمتوش. عندك لاشان فيها 20 ل 25 فيديو كيفية كتابة فقرة كيفية شغل الأجوبة على النص كلش راهو عندكم ما عليك غير تركز و you need to focus ان شاء الله. شغل درنا البوسيبل تاعنا باش كامل تنجحوا مدابية تنجحوا فرحونا كامل ماشي قاع مشكل داكور. اللي عنده اي سؤال راني حنكون في لي كومونتير وريبوندي لكم كامل ان شاء الله اليوم وغدوه وغير غدوه ماشي قاع مشكل نقعد نريبوندي لكم كامل مملو كان ما نرقدش ماذا بيا تكونوا فاهمين 100%. هاوليك تمرين راني حابكم ديروه لي في لي كومونتير تاني number of syllables في خاطر لو فات لي syllables كان اول درس درته في يوتيوب وما شاء الله تلاميذ كامل الدعم تاعكم حتى الان ماذا بيا ديروه في لي كومونتير نقرا بلياكم فاهمين وان شاء الله. وبارك الله فيكم اللي عنده أي سؤال انستغرام ناصري أونجلي رانا هنايا ماشي قاع مشكل. بارك الله فيكم وبون كوراج هاي بقى على خير.